وسلم، أنت تريد أن تتعسف وتتعنت وتقول لا هاتي لي آية صريحة فيها اسم علي بن أبي طالب في القرآن الحكيم، هذا تعسف وتعنت، وفي الروايات الشريفة رضا المتعنت غاية لا تدرك. على أننا نقول إنه طبقا لبعض القراءات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، فاسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه صريح في القرآن الحكيم، كقوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، هذه قراءة هكذا أثرت عندنا. نعم المثبت في المصاحف قال هذا صراط علي مستقيم مثلا، وعندهم قراءات أخرى أيضا تقترب من هذه القراءة، أنتم تعلمون عندهم هم أكثر من قراءة للقرآن الحكيم، فإذا لا حاجة للتعسف والتعنت.